أقيم على مسرح مدرسة الروم الكاثوليك في جبل عمان حفل تخريج طلاب المرحلة الثانوية الذي رعاه المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن وسط حضور جمع من الأهالي والمدعوين. المزيد في التقرير التالي. تحت رعاية سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، احتفلت مدرسة الروم الكاثوليك في منطقة جبل عمان بتخريج طلبة الصف العاشر وطلبة المرحلة التمهيدية بحضور مدير عام مدارس مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك الأب جهاد عماري والأرشمندريت نادر ساووق راعي كنيسة السيدة العذراء للروم الكاثوليك ومديرة المدرسة السيدة عبير مصلح ومديرة الروضة السيدة زاهية السلكاوي والطاقم الإداري والتدريسي وأهالي وذوي الطلبة وجمع من المدعوين. وألقت السيدة عبير مصلح كلمة رحبت فيها بسيادة المطران وبالضيوف الكرام وقالت: اليوم وقد اجتمعنا في بيتنا الثاني، بيت التربية والعلم، بيت يملأنا بالحب والعطاء لنقدم له كل الاحترام، ضارعين لله أن يبارك مسيرة أبنائنا وأطفالنا التعليمية. ما أجمل هذا اللقاء، لقاء سنوي تتجدد فيه الوجوه وتتجدد النشاطات، لكن لهذا العام نكهة خاصة، فهناك وجوه قد شرفتنا وزينت حفلنا هذا. إنه سيدنا الحبيب كير جوزيف جبارة الكلي الوقار، قد شرفنا بحضوره ونورنا بوجوده، جاء بكل عزم وهمة ليعزز عملنا ويرعى حفلنا ويبارك طلبتنا، فأهلا وسهلا بك مطرانا لأبرشيتنا. وقدم الطلبة الخريجون من الصف العاشر كلمات شكر وثناء للإدارة والمدرسة ولجمع الكادر التعليمي على ما بذلوه وقدموه من عطاء وتفان خلال الأعوام الدراسية، كما اشتمل الحفل أيضا على فقرات منوعة باللغات العربية والفرنسية وتقديم عروض مسرحية ووطنية وشعرية قدمها طلاب المرحلة التمهيدية، بالإضافة إلى عرض فيلم قصير حول إنجازات المدرسة خلال العام الدراسي المنصرم ونشاطاتها المميزة. وفي ختام الحفل وتسليم الدروع التكريمية والشهادات للطلبة الخريجين، ألقى سيادة المطران جبارة كلمة قال فيها: أقدم الشكر للإدارة العامة في المدرسة بكافة كوادرها لكل الجهود التي بذلت، شاداً على يد كل واحد منكم، وأقول له: لقد تعبتم في التحضير والتدريس وسعيتم لنقل المعرفة والتربية لطلابنا الأعزاء، وغرستم في نفوسهم حب البحث عن الحقيقة، وزرعتم في عقولهم روح النقد البناء، وها هي جهودكم تكلل من خلال هذا الحفل الكريم، مهنئاً أيضاً ذوي الطلبة بفرحة تخرج أبنائهم، متمنياً لهم مزيداً من النجاح. وها إن جهودكم
تكلل اليوم من خلال هذا الحفل الكريم، فألف شكر لكم. وأقول للأهل الكرام، فرحتكم هي فرحتنا جميعا، والذي انتظرتموه منذ سنوات طويلة وبذلتم في سبيله الغالي والرخيص يتحقق أمام أعينكم حينما تنظرون فلذات أكبادكم يتخرجون من الصف العاشر والروضة لينتقلوا إلى الصف الحادي عشر. فرح الله قلوبكم بهم حينما تنظرونهم شبانا وشابات يتخرجون من الجامعة ويدخلون معترك الحياة.